كما نتعرض إلى حملات تستهدف أرضنا وعرضنا وتستهدف أحيانا أيضا أموالنا أموال، أيضا هناك حملات تستهدف قيمنا وتستهدف ديننا، وهذه أيضا أحيانا لا ترد بالسيف أو لا ترد بالجهاد الأصغر، إنما لابد أن ترد بالجهاد الأوسط. الجهاد الأوسط الذي هو الجهاد بالكلمة، والقرآن الكريم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاهدهم به، نعم بالقرآن، بالقرآن يعني بالكلمة، والقرآن هو كلمة. فإذا المقاومة في المنظومة الإسلامية نعم هي مقاومة النفس، هو الجهاد الأكبر، مقاومة العدو بالنفس وبالمال هو الجهاد الأصغر، وعندنا أيضا المقاومة الوسطى التي هي المقاومة بالكلمة والمقاومة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله عز وجل. أنا أؤيد كاملا سماحة الشيخ قصير حينما يتحدث عن مقاومة بالسلاح ومقاومة أخرى بالكلمة. اليوم معركتنا الحقيقية هي معركة الوعي، لابد أن ننجح في هذه المعركة مقابل التجهيل، مقابل المشاريع التي تطرح، نعم صحيح، التي تطرح في المجتمعات، حتى قضية حرق المصحف مثلا، كأن الرسالة هكذا، هذا كتابكم المقدس، هذا قرآنكم، ليس هنالك قيمة حقيقية لهذا الكتاب. يعني يريدون أن يخلخلوا هذه الثقة بين الأمة وبين كتابها، ولكن هيهات لهم أن ينجحوا. أخشى ما يخشاه عدونا هذه كلمة المقاومة وكلمة الجهاد.